الله الرحمن الرحيم. سنتابع اليوم إن شاء الله التدريبات العملية التي طلبناها منكم بخصوص تجهيز أفكار صحفية وبخصوص متابعة الإجراءات المتعلقة بإجراء الحوار الصحفي الخارجي اللي من المفترض أن يتم تسليمه إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم. لكن قبل ذلك، لأني لاحظت من خلال متابعتي للأفكار اللي بيطرحها الطلبة إنه هناك إشكالية في موضوع الفكرة، دعوني يعني أعطيكم بعض الإرشادات الأولية في موضوع الفكرة للاستفادة منها في التدريبات القادمة، سواء على صعيد الحديث الصحفي أو على صعيد الفنون الصحفية الأخرى. من أصعب الأشياء لدى الطالب بداية أو لدى المتدرب أو لدى من يبدأ في مجال العمل الصحفي الوصول إلى الفكرة المناسبة، لأن الوصول إلى الفكرة الصحفية المناسبة يعتبر أكثر من نصف الطريق. وفي مرحلة متقدمة من العمل لكم إن شاء الله، عندما تكتسبوا المهارات العمل اللازمة، سيصبح ثلثي الطريق، وستلمسون ذلك عمليا إن شاء الله في الميدان. لماذا؟ لأن الموضوع كله قائم على الفكرة. إذا كانت هذه الفكرة تتسم فيها المواصفات المهنية اللازمة لنجاحها وقبولها لدى القارئ ولدى المتلقي، فإنها تكون فعلا هي الفكرة المناسبة. وإن كنا نعمل من باب أننا فقط وظيفة أو مهمة نريد أن نؤديها ونتخلص منها، فبالتأكيد لن نقدم إلا أشياء مستنسخة من أعمال الآخرين إن لم تكن بنفس الآلية ونفس الطريقة. هنا تبدأ البدايات الأولى والمهارات الأولى، وهي مهارة تحديد الفكرة الصحفية. حقيقة هذا الموضوع يعني من خلال مساقات التحرير والتدريب دائما ألمس أنه هاجس بالنسبة للطالب، وهذا شيء طبيعي جدا في بداية المشوار، لأنه يحتاج إلى متابعة للأحداث والتطورات، يحتاج إلى وعي وثقافة، يحتاج إلى متابعة لقضايا المجتمع، يحتاج إلى اندماج أصلا في المجتمع حتى يستطيع أن يصل إلى الفكرة، يحتاج إلى معرفة جيدة بالشخصيات والعلاقات. فهنا تبدأ تتشكل لدينا خلية عمل كاملة للوصول إلى الفكرة. من الأشياء البسيطة والإرشادات البسيطة التي يمكن أن تساعدنا في موضوع الوصول إلى الفكرة، هذه الطريقة: أن نضع الفكرة الأساسية القاعدة الأولى، أن نبتعد عن الأفكار العامة. الفكرة العامة ليست فكرة، فكرة ساقطة فاشلة. عندما أطلب منكم مثلا إجراء حوار صحفي كما تحدثت سابقا، تأتي أحدكم بفكرة معينة، مثلا حوار صحفي حول الأسرى، حوار صحفي حول اللاجئين، حول التعليم، حول الجامعات، حول الكهرباء. ما رأيكم في هذه الأفكار؟ هذه ليست أفكار، هذه قضايا، قضايا للنقاش واسعة جدا. فلذلك هذه الأفكار صحفيا ومهنيا عند التطبيق تعتبر ساقطة، لا قيمة لها. ماذا سنقدم في موضوع صحفي يتكون من 400 500 600 كلمة حول هذه الموضوعات؟ لا شيء. دائما كلما بحثنا عن الجزئية في أي موضوع نصل إلى معلومات أدق، تفاصيل جديدة، أشياء لم يكن يعلمها القارئ أو المشاهد أو المستمع بالتأكيد. لكن عندما نتداول موضوع عام الكل يتحدث فيه، لن نأتي بشيء جديد. هذه مهارة مهمة جدا في هذا الإطار. لو أخذنا مثلا موضوع التعليم، أزمة التعليم أو قضايا التعليم الجامعي، التعليم أيضا كمان نحدده بالجامعي، لأن هناك تعليم جامعي وهناك تعليم مدرسي، وهذا له قضاياه ومشكلاته، ولا هذا له قضاياه ومشكلاته. الآن لو تحدثنا عن هذا الموضوع، ماذا سنقدم من شيء جديد؟ لا شيء.
كلام عام. سنطرق كل القضايا لكن لن نصل في قضية واحدة إلى شيء جديد، لكن دعونا الآن نفكر بطريقة عملية أكثر، نشرح الموضوع. ضعوا أي موضوع في هذه الطريقة بصورة دائرة ونبدأ عملية تشريح لهذا الموضوع. ماذا يمكن أن نخلص إلى موضوع أزمة التعليم العالي، الجامعة أو العالي؟ أزمة الرسوم طبعا بالنسبة لكم يعني هي المؤرق الأكبر، توظيف الخريجين. أيضا مناسبة التعليم الأكاديمي لسوق العمل، مناسبة التخصصات أو مدى موائمة التخصصات المطروحة والمفتتحة وخاصة الجديدة في الجامعات لسوق العمل. ممتاز. قضية الاعتراف بالجامعات أو التخصصات داخل الجامعات وموضوع الانقسام، لأن هناك جامعات أو أقسام غير معترف بها والسبب الانقسام، غير معترف فيها، معترف فيها من غزة وغير معترف فيها من الضفة وهكذا. أيضا أشياء أخرى فكروا. عدم مصادقة حكومة رام الله على المجاميع الأقل من 60%. موضوع القبول الطلبة أقل من 65%. مشكلة التجسير، مشكلة التجسير، تجسير الانتقال من الكليات المهنية والدبلوم إلى الجامعة، هذه أيضا تواجه بعض الطلبة مشكلات. مشكلة التجسير غير مشكلات أخرى. الآن تحدثت مشكلة أزمة المرور عند الجامعات، هذه أيضا مشكلة تؤرق، لأن لدينا اكتظاظ آلاف الطلبة في مربع صغير، هنا برضو أيضا مشكلة رغم أنها قضية صغيرة لكن يعاني منها الكثير وهكذا. لو بحثنا سنجد العديد من القضايا والموضوعات التي تستحق البحث. انظروا جيدا الآن، تصور لو أخذنا موضوع واحد من هذه الموضوعات وغصنا في أعماقه، سنحصل على جديد أم لا؟ سنحصل. لكن تصوروا في المنظار الآخر، لو أخذنا كل هذه القضايا وتوجهنا بها إلى أحد المسؤولين في التعليم العالي وطرحنا عليه التساؤلات المختلفة بخصوصها، ستكون هناك إجابات بالتأكيد، ولكن نوعية هذه الإجابات عامة غير دقيقة غير مستفيضة. نحن نركز على نقطة واحدة، قلنا أن أي حوار صحفي، الحوار يجب أن يرتبط بماذا؟ بهدف. من الإضاعة للوقت وللجهد وللفرصة أنه أتوجه لإجراء حوار بدون أهداف محددة. سأجري حوارا مع سين من الشخصيات، لماذا؟ لأنه مسؤول، ليس الهدف لأنه مسؤول. الهدف مرتبط بقضية، بموضوع، بشيء يهم المجتمع، يهم الناس، مصلحة فئة من الفئات. لذلك دائما لدينا هدف أو أكثر، لا نختلف على ذلك. قد يكون لدي هدف، هدفين، ثلاثة، لكن في شيء محدد أمامي أنا متوجه من أجله. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي إحنا تحدثت فيها قبل ذلك، إنه إذا طرأ لدي معلومات جديدة خارجة عن نطاق الهدف بكنسلها؟ بقول له رجاء لو سمحت هذه خارجة عن نطاق الأهداف؟ لا، الصحفي يستوعب كل جديد، كل شيء، بأخذ هذه المعلومات ولكن لا أنسى التركيز على الهدف الرئيس. لأن بعض الشخصيات كما قلت لكم يحاول التغرير بنا. كيف؟ كيف يمكن التغرير فينا في موضوع الهدف؟ مين ممكن تحكي لي؟ بتطرق لموضوعات أخرى، مش بس هيك، يعطينا طعما، مصيدة، ينصب فخا للصحفي. تعلمون كيف؟ في لقاء من اللقاءات توجه أحد الصحفيين للحوار مع شخصية مسؤولة حول موضوع هام، موضوع سياسي. خلال هذا اللقاء شعر الشخصية المتحاورة بأنه يعني وضع في زاوية ضيقة، لا يستطيع أن يدلي بمزيد من المعلومات. حاول أن يغري الصحفي، طبعا كل هذا كلام طريقة
في خلال الحوار بدور، يعني هو يفكر في عقله والصحفي يفكر في عقله. لذلك قلت لكم أن عملية الحوار هي صراع بين طرفين، طرف يحاول أن ينتزع وطرف يحاول أن يحجب، ويستمر الصراع حتى ينتهي اللقاء ثم ينجح بتقديرنا حسب المعلومات التي حصلنا عليها. كيف ينصب له فخا؟ بأنه يقول له مثلا: الموضوع الذي تطرحه جدا مهم، لكن دعني أعطيك بعض المعلومات الهامة جدا في موضوع آخر ستحقق فيه سبقا صحفيا. هذا شيء جيد، أنا لا أمتنع عن قبول هذه المعلومات، ولكن هذا طعم للصحفي. إذا ظللت وراء هذه المعلومة واكتفيت بها فنسيت الهدف الأصلي، وهو حقق ما يريد بأنه يبعدني عن هذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع الثاني أكيد هو لا يخصه هو شخصيا، فهو أبعدني عن هذا الموضوع. فيجب أن ننتبه. ممتاز وشكرا جزيلا ومعلومات حلوة كتير، وأنا شاكر جدا لك أن أعطيتني هذه المعلومات وهذه الفرصة، وفعلا ممكن أحقق صحفي. دعنا نعود إلى موضوعنا الأول. يجب أن نكون متيقظين وأذكياء جدا في إدارتنا للحوار. أخواتنا، موضوع إدارة الحوار خلال الحوار الصحفي نقطة من أهم النقاط. لا يكفينا الأسئلة القوية، ولا يكفينا جو اللقاء، ولا يكفينا أنه في مدة كافية للقاء. إن لم نكن لدينا مهارات قوية في إدارة الحوار، توجيهه، السيطرة عليه، إدارة دفته، أنه احنا نتحكم فيه، أنه احنا نحدد ماذا نريد وماذا يتحدث، لا نستطيع أن نحصل على ما نريد من معلومات خلال هذا اللقاء. لذلك هذا تحتاج إلى شخصية قوية، لديها المهارات، لديها الجرأة، لديها الشجاعة، متسلحة بالمهنية، متسلحة بالثقافة. هذا لا أدعي أنه يأتي بين يوم وليلة، يعني أعلم أن الأمر بالنسبة لكم في البداية صعب. قد تجري إحدى الطالبات أو الطلاب لقاء صحفيا مع أحد الشخصيات ويكون لديه فعلا معلومات قوية يريد أن يحاجج فيها هذه الشخصية، لكن في البداية يخشى ذلك، المنصب يجعله يتردد. إذا نريد أن نكون صحفيين يجب أن نبدأ أقوياء، لا نخشى أي شخصية، لا نخشى طرق أي موضوع، طالما نحن لا نكذب، لا ندعي، نبني معلوماتنا على أسس سليمة، نمتلك القدرة عن الدفاع عن الموضوع أو عن القضية التي نطرحها، لا تخشوا أي شيء. وتعلمون أن العمل الصحفي له عواقبه، يعني هذا الشيء طبيعي جدا، وهي مهنة البحث عن المتاعب. فمن يحاول أن يبتعد عن المتاعب فمكانه ليس في الصحافة، الصحافة هي أصلا تغص بالمتاعب، لأنه لا متعة أصلا في العمل الصحفي بدون هذه المتاعب. فإذا هذا جزء من التدريب على تحديد الأفكار. إذا واجهتم أي مشكلة في موضوع الفكرة اطرحوا ارسموا مثل هذه الدائرة وضعوا الفكرة أساسية وعملية تحليل وتشريح حتى نصل إلى الفكرة الدقيقة. كلما وصلتم إلى شيء دقيق كلما كان أقرب إلى ذهن وقلب المتلقي وأكثر فائدة، لأنه نحن سنأتي بشيء جديد. قضية الاعتراف بالجامعات أي واحد حيحكي فيها كلام عام. قضية مناسبة التخصصات نحاول جاهدين أنه إحنا نتفق مع الجامعات من أجل أن تكون تخصصاتها مواكبة لسوق العمل، لكن أنا كصحفي بكون متوجه لهذا المسؤول: تفضل، الجامعة الإسلامية افتتحت 1-2-3، جامعة الأزهر افتتحت 1-2-3، جامعة الأقصى افتتحت 1-2-3، هذه التخصصات يغص بها المجتمع الفلسطيني، لا حاجة لنا بها، أين دوركم؟ هنا يأتي المعلومة المهمة. أما المعلومات الكلام العام هذا من السهل أنه يتحدث فيه أي مسؤول في أي موضوع كان. فأرجو أنه تكون هذه انطلاقتنا الأساسية، نبتعد عن الأفكار العامة لا قيمة لها، لن تجدي نفعا، والله بتضيع وقت وجهد كبير، لأنه حيطلع معنا موضوع كبير، ويمكن البعض يفرح بأنه عندنا موضوع كبير، يعني احنا عملنا موضوع صفحة كاملة في الجريدة. ليس القيمة بالصفحة، ما المعلومات؟ اسألوا أنفسكم دائما. قلت لكم شغلة لازم نكون صرحاء فيها أمام أنفسنا، نضع أنفسنا مكانين، موقعين. الموقع الأول ما هو؟ أن نكون مكان القارئ. أنا قارئ، أنت اليوم مكان القارئ،
هذا الموضوع هل هناك فيه ما يستحق القراءة؟ ثم نضع أنفسنا مكان الصحفي. يجب أن نكون دقيقين في هذه النقطة حتى نستطيع أن نصل إلى شيء مهم في هذا الإطار. في أي تعليق، أي سؤال على هذه القضية؟ تفضل. تمام. من الأطراف. نعم. الطلاب، الأهالي، المسؤولين في الجامعات، أخصائي نفسي. فبهذه الطريقة بنقدر نلم بالموضوع من كافة الجوانب. ممتاز. بيساعدنا في تحديد المصادر. ممكن نطلق عليها هي الخارطة الذهنية. نعم. هي هذه هي تجسيد أو جزء من الخارطة الذهنية اللي بتحلل الأشياء بطريقة بطريقة عملية وطريقة موضوعية، كمان بتراعي كل المتغيرات. في أي إضافة أخرى؟ طيب ننتقل الآن إلى ما طلبناه منكم أيضا جزء من التدريب، أن نتعرف على مرحلة الإعداد. كيف مررتم بمرحلة الإعداد؟ من تجري حوارا إن شاء الله؟ هل لديها فعلا فكرة عن هذا الموضوع؟ دعونا نسمع من بعضكم ونسمع بعض التساؤلات. أذكركم قبل ذلك بأننا سنطلق يوم الأحد إن شاء الله البرنامج الحواري الأول، وهو برنامج تدريبي لكم لإيجاد بيئة تدريبية حقيقية واقعية لإجراء حوارات صحفية. سيكون لقاءنا الأول يوم الأحد مع الأخ سامي أبو زهري الناطق باسم حماس حول عدة قضايا تحدثت لكم بها، وأتمنى أن يكون لقاء ساخنا، بمعنى أن يشهد أسئلة كما اتفقنا، أسئلة يعني تصب في الجانبين، أشياء معه وأشياء عليه، حتى يشعر أيضا أنه أمام صحفيين وصحفيات حقيقيات وليس مجرد طلبة متدربين. نريد أسئلة تكون فعلا على المحك، تلامس الواقع، تستنبط وتستخرج من خلال متابعتكم الدقيقة للقضايا. فيوم الأحد الساعة 11 لل 12 في قاعة الاجتماعات في مبنى الإدارة. تفضل. القضايا الانتخابات الداخلية لحماس، المصالحة آخر ما تم فيه والاتهامات المتبادلة بين الطرفين، ثم القضايا العامة السياسية. أهم شيء أن السؤال الموجه يعني يكشف عن مدى استعداد من الطالبة لطرحه. فعلا سؤال قوي، لا نريد يعني حاول الابتعاد عن الأسئلة العامة. ما رأيك في كذا كذا؟ كيف تنظر؟ هذه أسئلة ماشي صحيحة لكن تقليدية، يعني الوقت محصور. على افتراض أنه هذا مؤتمر صحفي، نريد أسئلة زخمة، ولكم أن تسألوا ما شئتم، لا تخشوا أحدا كما قلت لكم. الآن دعونا نستمع إلى ما حضرتموه بخصوص الموضوعات. من تبدأ؟ تفضل، بس يا ريت الصوت شوية. ضعف الامكانات. اول شيء بديت مع اشرف الادراء بسبب عدم توفر اجهزه طبيه تلقى العلاج وطلب وجود الادويه اللازمه ايضا للمرضى وتعطي الاجهزه اللازمه وعدم تصليحها، يعني ما فيش تصليح القدره على التصليح. طيب قبل ان تنتقل الى الشخصيه، من اين جئت بالفكره؟ من وين استوحيت الفكره؟ يعني أجريتي مثلا استطلاع صغير، سألت الناس. ممتاز، جيد. أعطيني فقط سؤالين، احنا قلنا أهم سؤالين، سؤال له وسؤال عليه. يا ريت تعديه ثاني بس بمهل، ودائما هذا السؤال من النوع ايش احنا حكينا، ايش نوعه؟ اقتباسي. دائما افصلي ثواني معدوده بين الاقتباس وبين صيغه السؤال، مش تطرحيه مره واحده حتى يسمع المعلومه بناء عليها
وجه السؤال، وقلت عند توجيه السؤال ماذا نفعل في المهارات؟ نغير النبرة. يعني في النبرة الأولى بتكون نبرة عادية، لكن عند السؤال يجب أن أشعر بأنه هذا السؤال أريد أن تعيديه بنفس المهارة التي تحدثت بها. ماشي. كيف تفسر ذلك؟ من يمكن أن تضع لنا على نسق السؤال هذا سؤال آخر؟ تبقى المعلومة ولكن سؤال أقوى من ذلك. ممكن تجيبها بصيغة ثانية، إنه الشارع الغزي يقول أن المستشفيات في غزة لا تهتم بالمرضى وأنها ترسلهم إلى الخارج عند مثلا إنه في حالة المرضية الأخيرة، عندما يكون ميؤوسا منهم. ماذا ترد على هؤلاء القائلين يعني؟ نعم، يعني الآن نحن نضعه في خانة الاتهام ويرد على هذه الاتهامات. البعض يتهمكم بأنكم مقصرون في إرسال المرضى من الحالات الحرجة إلى الخارج إلا في اللحظات الأخيرة أو عندما تكون حالته الصحية ميؤوس منها. كيف تردون على ذلك؟ يجب أن أشعر بأنه هناك في شيء مهم، هناك في اتهام، هناك في شيء مثار ضدكم، حتى يشعر يتفاعل مع السؤال، حتى أستفز بهذا السؤال حتى يتجاوب معي بالإجابة. شكرا لك. طيب تفضلي. الفكرة كانت في درجة اللغة العربية في المدارس الفلسطينية بشكل اختياري في مدارس قطاع غزة. اللغة العبرية، إدراج اللغة العبرية في المناهج الدراسية بشكل اختياري وليس إجباري. طب جمعتي معلومات انت يعني هذا الموضوع سيقرر لا يقرر متى سيتم اقراره؟ بدءا من هذا العام. تجريبي. نعم. ممتاز، سمعتم السؤال جيدا؟ طيب السؤال الاول انه بالتأكيد عن إيش سبب إدخال وإدراج اللغة العبرية إلى المناهج الدراسية. السؤال الأهم، يعني ألا يكفي الطلبة ما يعانون من مناهج يعني متكدسة وطويلة وعبء ثقيل أصلا على الطلبة وعلى أهليهم، ألا يشكل ذلك عبئا إضافيا جديدا على الطلبة بدلا من التخفيف عنهم؟ العلم أن الوزارة كانت وعدت بدراسة المناهج بإعادة النظر والتخفيف عنهم، فهل أنتم خففتم بطريقة عكسية من باب أنكم أضفتم؟ هل هو هذا التخفيف؟ سيكون بهذه الطريقة، وأرجو أن تكون طريقة السؤال عندما تطرق مثلا لو أنت تريدين أن تسألينه هل هو هذا التخفيف الذي تقصدونه؟ بهذه الطريقة، يعني يجب أن تظهر مهارة ونبرة السؤال، ولا أريدكم يعني أن تتحدثوا كأنكم أصحاب مع بعض خلال الحوار. بجد هذه النقطة تذكروها جيدا عند وانا بطرح السؤال، يعني ما بديش تكون اللهجة باهتة خفيفة خايفة مترددة، لا يجب أن تكون قوية. أنت صحفية ولك الحق أن تسألي ما تشائين، لأن هذا السؤال هو ما يتحدث به الآخرون في المجتمع وكل الناس أنتم تتابعون، وجميعنا يشتكي من المناهج الدراسية وتكدس هذه المناهج بطريقة جدا مزعجة. ممتاز. طيب تفضلي، موضوعك فكرته باختصار واهم سؤالين. موضوعي كان عن خطط ابو مازن في طلب الانضمام للامم المتحده كعضو مراقب. بنعلم انه ابو مازن قدم نفسه للامم المتحده كدوله كعضو كامل كامل العضويه، لكن رفضت امريكا واسرائيل وعرضوا على الموضوع بشده وقطع مساعدات عن السلطه الفلسطينيه. السؤال كان لماذا اختار أبو مازن هذا التوقيت بالذات للقيام بهذه الخطوة؟ سؤال ثاني، أنه جاء في خطاب أبو مازن أنه كان معبرا عن طموحات الشعب الفلسطيني والفلسطينيين وأنه يسعى حتى يحقق هذه الطموحات، فهل تعتقد أن أبو مازن سينفذ مقام أو سيحقق ذلك الفلسطينيين؟ طيب جيد، مين تضيف سؤال آخر مهم في هذا الإطار هذا السياق في هذا الموضوع؟ شكرا.
مراقب. ماشي. أيضا لماذا تنازل السلطة من عضوية كاملة إلى عضو؟ لماذا تنازلت السلطة؟ هي لم تتنازل لأنه هي ليست دولة أصلا. رفضت المطالب. الأول كنا نطالب بعضوية كاملة، نطالب بعضوية. طيب ماشي. ما مدى تأثير هذه الخطوة على إتمام المصالحة؟ على إتمام المصالحة. ممتاز، جيد. هاي نقطة برضو إيجابية، إنه هذه تزيد من الشرخ الفلسطيني. نقطة أخرى فكروا جيدا. لا 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 لا، بس نكمل موضوع ال، بس بحكي إنه الخطاب الكامل للرئيس عباس في نيويورك لم يعني لم يدين فيه الكلام المسيئ عن مسار. لا، إحنا لا نريد أن يعني نحرف الموضوع عن مساره، هذا موضوع آخر. يعني عندما لا لما يكون الموضوع بعده سياسي بحت سنركز عليه، لكن إذا كان الموضوع حوارا شاملا، تشهد أو تشاهد أحيانا بعض الحوارات الشاملة مع الشخصيات المسؤولة، في هذا الحوار مسموح للصحفي طرح العديد من القضايا لا علاقة لبعضها البعض كما تحدثت زميلتكم، الفيلم المسيء والمصالحة والأزمة السلطة والمظاهرات الأخيرة وغزة والضفة والعلاقات وال الموقف، موقف فتح من فياض، كل هذه النقاط يجوز طرحها في لقاء شامل، هذا له خصوصيته، هذا نوع آخر من اللقاءات، لكن نحن نتحدث عن لقاء محدد بزمن معين بهدف معين بفكرة محددة. يا كفاح، ماذا أعددتي لنا؟ إيش الموضوع اللي أنت بدك تقدميه؟ يا ريت بس تخفي الصوت شوية. لكوني أنا من مدينة الزهراء كنت بفكر أعمل أول موضوع بحول لقاء مع رئيس بلدية الزهراء حول الخدمات المقدمة للمواطنين، لأنه في عندنا إشكالية تداخل بلدية المغرقة مع بلدية الزهراء وضيع المواطن ما بين البلديتين. تمام. خاصة في ظل يعني الاكتظاظ العمراني للعمال اللي بصير. الفكرة الثانية كانت مع المركز الوطني للتأهيل المجتمعي للمعاقين حول ظاهرة العنف ضد المرأة بشكل عام والعنف ضد المرأة المعاقة بشكل خاص، خاصة في المجتمع. من وين بنيت الفكرة انه في عنف خاص؟ طبعا انا لانه انا اوجه لك هذه النقطة، قد اكون انا المتحاور، من قال لك بان هناك عنفا خاصا ضد المرأة المعاقة؟ كنت لسنوات متطوعة في مجال المعاقين. تمام. وكنت حلقة وصل ما بين يعني كثير من مراكز المعاقين في داخل قطاع غزة خاصة بعد الانتفاضة وما بين نادي الثقة في الشارقة. تمام. فكنت على تماس وعلى يعني على خصوصية. لديك حالات، إثباتات، أرقام، شهود؟ هذا ما أريده، أن الصحفي يتسلح بالمعلومة، يستطيع أن يدافع، قد توقع أن تسألوا في أي لحظة، من قال لك كذلك؟ من قال لك أنه في هناك؟ من قال لك؟ سأعطيه، يجب أن يكون لدي. إذا كنت مترددا الناس وكذا، معناته أنه لا يوجد لدي معلومة صحيحة أو دقيقة. تفضل كملي. كانت طبعا مثيرة قبل فترة قيام أحد أولياء الأمور في منطقة رام الله بقتل ابنته المعاقة على خلفية طلب على الميراث. فطبعا هاي احنا بنلاحظها في قطاع غزة، وإن كانت بصورة أخف لم تتعرض للقتل، وقد قبل هيك شفنا قضية صارت في منطقة غزة إنه إخفاء شباب أختهم حوالي 16 سنة في كوخ مهجور من أجل مطالبتها بالطارق. طبعا كل هذه القضايا جعلتني أشعر بأن المرأة المعاقة لها خصوصية ويجب أن نبحث في من أجل أنه حتى أنه إمكانية وجود تشريع أو قانون يحمي حقوقها حتى وإن كانت معاقة في حالة وجود وصي. ممتاز. سواء كانت الأم أو حد راشد في العائلة يبحث عن. تمام. مصلحتها. يمكن السؤال الأبرز هنا، ممكن ما هو السؤال الذي يمكن أن تطرحيه؟ السؤال الأبرز أطرح أنه أين دوركم كمركز وطن للتأهيل المجتمعيين في الضغط من أجل وضع بند في القانون لحماية حق المرأة المعاقة؟ تمام، نقطة مهمة جدا، سأبدأ من النقطة هذه والنقطة في أخرى تحدثت بها كفاح، شكرا لك. النقطة هي عندما يعني نطلب من أي شخصية ما دوركم وأين دوركم، يجب أن يكون في ذهننا نتوقع الإجابة، وهذه يعني جزء من مهمة الصحفي وجزء من ثقافته،
انا اتوقع الان انه يقول لي احنا بالعكس لنا دور وعملنا وسوينا وقدمنا، لكن هذه المقترحات لا زالت حبرا على ورق. هل تابعتم؟ ما نتيجة متابعتكم؟ لكن ما الفائدة من أنكم تصدرون قرارات وما إلى ذلك ما يحدث مثلا في المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء وما إلى ذلك والحال على ما هو عليه، بل هو في تراجع وتردي. هنا نضع الشخصية في زاوية معينة، هنا يشعر بأنه هو أمام محاور صحفي وليس أمام صحفي لديه مجموعة من التساؤلات يريد أن يستريح منها بأي شكل من الأشكال. يعني أذكر شغلة هنا يعني شبيهة أو حالة مشابهة، قضية الصلاة. قضية الصلاة إيش اللي جاب ذكرها الآن؟ ممكن كلنا بنصلي والحمد لله، لكن بعضنا يصلي لنستريح من الصلاة وبعضنا يصلي لنستريح بالصلاة. هل هناك فرق ولا لا يوجد فرق؟ فرق كبير جدا، كنقر الديكة طالع نازل، هاي الصلاة. وهكذا الصحفي عنده أسئلة بيطرح السؤال حتى لا يستمع إلى لا يكلف نفسه عناء الاستماع إلى الإجابة، يحضر السؤال الآخر والسؤال الثالث. هل هذا حوار صحفي؟ ليس بحوار صحفي. يجب أن يشعر المتحدث بأنه أمام صحفي محاور محنك ذكي يميز ويعرف ما هو الصواب وما هو الخطأ. هذا طبعا من حصيلة المعلومات. النقطة الأخرى اللي الشاهد في كلامها أن نعيش، كلما عشنا مع الحدث ومع الفكرة كلما كنا أقرب إلى إجراء حوار صحفي ناجح. يعني لأنها هي عايشة الموضوع، عارفة، لديها تفاصيل، لديها شهادات، لديها معلومات، لديها الكثير أن تقدمه، تذهب إلى الحوار بكل أريحية وكل قوة وكل مهنية، بعكس إنسان آخر أو صحفية أخرى تأتي إلى هذا الحوار سمعت أنه في هناك اعتداءات ضد المعاقات، تحديدا المرأة المعاقة. طب من أين جئتي؟ وين هاتي لي حالات؟ وين صار هذا الكلام؟ اسمعنا أنه صار. لا يكفي قصة اسمعنا، قصة يقولون، قصة تتحدثون، هذا الكلام العام لا يفيد. نريد إثباتات. ستواجهوا بطلب منكم إثباتات، معلومات، بيانات حول القضية المثارة أو القضية التي نطرحها حتى نستطيع أن يعني مثلا قبول الطلبة أقل من 65. وكالة صفا قبل فترة حقيقة أثارت قضية مهمة جدا، عمل أجرى تحقيق رائع جدا، كان نتيجته كشفت عن قبول جامعة معينة في قطاع غزة لطلبة أقل من 65% من خلال بعض الواسطات التي تدخلت. أجروا طبعا لم يكشف عن الاسم حتى لا يعني لا يتحول الموضوع إلى تشهير، أجروا اتصالات هنا. يعني انتبهوا إلى الدور الصحفي، ليس مجرد كتابة خبر، ليس مجرد إجراء حوار، هو يريد أن يصلح ما أفسده الآخرون في المجتمع. توجهوا إلى الوزارة، اتصلوا بالوزير، أطلعوه على المعلومات، طلبوا منه أن يتابع القضية، وإلا هم مضطرين للكشف. فلذلك تابعت الوزارة القضية واتخذت إجراءات عملية بحق هذه الجامعة وبحق هؤلاء الطلاب. هنا نحن حركنا الموضوع. الصحفي ليس مجرد تابع للحدث، أحيانا كثيرة هو الذي يصنع الحدث. الوكالة هي التي صنعت الحدث الآن. الصحفي الذي يتابع قضية معينة بدون طرحها هو الذي يصنع الحدث، فهو يمارس أدوار مختلفة، ليس مجرد ناقل. لا تقزموا من دور الصحفي أنه مجرد عمل أي كلام وروح تغطية وإشي تقليدي، هذا عمل بنمارسه، لكن يجب أن يكون لنا وقفات كثيرة جدا عند أعمال مهنية تقلب الموازين. يقولون عن الصحافة السلطة الرابعة لأنها هي التي تراقب على السلطات الثلاثة، فلذلك يجب أن تكون على قدر المسؤولية. أيضا يجب أن تكون على قدر المسؤولية، لا نوجه الاتهامات جزافا، لا ندعي بطلانا وكذبا وزورا. وهناك وسائل إعلام وهناك إعلاميين يكذبون ويختلقون الأكاذيب، ولكن سرعان ما ينكشف. تفضل. وخير شاهد على ما تقول يا أستاذي بأنه الكاميرا الصحفية التي رصدت مقتل واستشهاد محمد الدرة، نعم، لولا هذه الكاميرا حتى اليوم مثار هذه القضية. بالضبط، لما فجرت هذه القضية وخدمت الانتفاضة خدمات صحيح من الأحاديث الصحفية وأكثر من تصريحات المسؤولين. صحيح. الموضوع هذا يمكن قبل أشهر صدر قرار من محكمة فرنسية، يعني متابعات لها سنوات عدة
حتى تحاول إسرائيل أن تثبت أن النار أطلقت على محمد الدرة من قبل الفلسطينيين، ورسموا خرائط، وظفوا السفارات، وظفوا القنصليات، وعملوا وسووا، يعني شغل كبير جدا عشان مشهد، عشان لقطة تفضح هذا الانتهاك الإسرائيلي. طيب دعونا نستمع إلى قبل انتهاء الوقت إلى طالبة آخر شيء، بس ياريت الصوت شوية آية، الصوت شوية. لا أريدك الآن أن تمثلي دور كأنك في مؤتمر صحفي، أنا هنا متحدث وأنت تقفي، فأريد أن تسمعين الصوت جيدا على افتراض أن هناك ضجة في المكان حتى نصعب عليك الأمور. يا ريت تيجي هيك شوي بس عشان تكون الصورة واضحة. تفضل 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 بس بسرعة شوية. جيد. طبعا موضوع النظافة البعض ينظر له انه موضوع يعني هايف ولا شيء، بالعكس هو موضوع مهم جدا لانه يتصل خاصة في اقسام. هنا ممكن آية ماذا تكون قبل ان تطرح الموضوع او قبل ان تجري الحوار مع الشخصية، يجب ان تزور مستشفى او اكثر وتشاهد بأم عينيها. انا شاهدت عندما يطلب منك من قال لك لدينا، طبعا المستشفيات تعقد شراكة مع شركات لنظافة، هي الشركات هذه اللي بتنظف بتشوفوها يمكن عندما تزور احد المرضى، لكن مستوى النظافة لا زال متدني غير كافي، يحتاج إلى يعني معايير في النظافة تكون أفضل من الموجود. فلو قال لك من قال لك أن مستشفى الشفاء مثلا مستوى النظافة فيها غير نظيف، أنا ذهبت وشاهدت بأم عيني، وخاصة مثلا مشهور عن قسم الولادة في مستشفى الشفاء، شاهدت مشاهد يعني لم أصدقها، قطط وجرذان وبعض الأشياء وأشياء غير مقبولة وما إلى ذلك. لا أنت حتى تثبتي دقة المعلومة، حتى تثبتي دقة المعلومة، بالعكس الصحفي جزء من الحدث في هذا الإطار، لأنه أنا شاهدت، أنا قبل أن أجري هذا الحديث استمعت من الناس ورغبت بالتأكد من المعلومة، توجهت إلى بعض المستشفيات، شاهدت فعلا، وحتى نكون إيجابيين، شاهدت فعلا أن هناك مظاهر إيجابية في موضوع النظافة، ولكن هناك مظاهر أخرى غير مقبولة مطلقا، خاصة في الأقسام العدوى والأمراض الخطيرة والحساسة والمزمنة. فلذلك يجب أنه نحن ندلي كأننا ندلي بشهادة، ولا هذا مقبول وليس عيبا. نكتفي بهذا القدر اليوم، أتمنى أنه الآن سنجمع منكم الأفكار الجديدة إن شاء الله، ويوم السبت إن شاء الله سأستلم منكم الحديث الصحفي الأول.